سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير، مساء استثنائيا خاصا من هنا من عاصمة الميادين الوثبة وفي ختامها الكبير في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وانطلاقة أشواط أبناء القبائل وختام الوثبة الكبير. تابعنا الأشواط الماضية وتابعنا المتعة والإثارة بوجود الشعارات العملاقة الكبيرة لينطلق، بل انطلق شوط السيف في هذه اللحظات، سيف المحليات، ومع السيف 2.5 مليون تنتظر بطلا وشعارا واحدا من هذه الشعارات العملاقة الكبيرة المنطلقة 8 كيلومترات، مسافة أشواطنا في هذا اليوم 8 رموز تنتظر أبطالا مشاركين في هذا العرس التراثي في عاصمة الميادين. ننطلق مع المركز الأول، هذه عنيدة على المركز الأول، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي مع عنيدة على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، أحد الأسماء المرشحة العين في هذا الشوط. تنطلق بالمركز الثاني شعار سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على ظهر العين، من الأسماء التي رشحت في مساء البارحة، أحد الأسماء العملاقة الحاضرة بتاريخها المشرف. المركز الثالث، المركز الثالث سلهودة على المركز الثالث، عبد الله بالطير بالسهيل العامري على المركز الثالث. المركز الرابع سلهودة بالطرشوم على المركز الرابع، وحمد بالطرشوم بن صالح العامري على المركز الرابع شعارة. المركز الخامس، انتقل الى خامس المراكز، تحمل الرقم 5 وشعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي، شعاره على ظهر راهية بالمركز الخامس. هذه النتيجة لشوط السيف يا أخواني، سيف المحليات ينتظر بطلا وواحدا وفائزا من هذه الشعارات، كلهم أبطال، كلهم غامروا في هذا الشوط باحثين عن تحقيقه. سيف بالوثبة غير، ورمز وناموس في ختام الختاميات. يا سلام يا سلام، ناموس ولا أروع يا أخواني، ولا أجمل ولا أحلى، طعمه غير في الوثبة في ختام الختاميات. يا سلام، أعود إلى المركز الأول اللي تصدرت المشهد، العين على المركز الأول. وهل العين يتابعون؟ يتابعون يا بن دري، قادم هذا الشعار من العين، ومنطلق العين في أقوى وأعنف أشواط المحليات الإنتاج. هذه العين سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، تتربع هذه البطلة على المركز الأول العين في الكادر الفوقاني عبر القنوات الناقلة، قناة ياس دبي ريسينج وقناة الكأس القطرية التي تنقل هذه الأحداث المهمة من عاصمة الميادين. يا سلام يا سلام، المركز الأول اللي على الصدارة العين أعلناها بالمركز الأول بقيادة من؟ بقيادة علي بن فايل، علي بن فايل العويسي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني سلهودة بالمركز الثاني، حمد بن طرشوم بن حمد بن طرشوم بن صالح العامري على المركز الثاني. المركز الثالث عنيدة على المركز الثالث، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، أيضا من الأسماء المرشحة يا بن حضيرم، هذه من الأسماء المرشحة، أحد الأسماء العملاقة تحمل الرقم 1 والشعار الحلامي على المركز الثالث. الشعار الشمس هنا على المركز الثالث.
المركز الرابع هنا سلهودة عبد الله بالطير بن سهيل العامري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس موال، اهلا وسهلا بموال وبشعار موال. هنا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على ظهر موال، شعار الواثق يخوض في هذا الشوط مع موال الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج. وشوط السيف يا أخواني، سيف الحيل المحليات لمن ومليونين ونصف تنتظر واحد من هذه الشعارات هو اللي بيحصل على السيف، هو اللي بياخذ السيف. أعود إلى المركز الأول، راحة العين يا أخواني، مضيق العبور عبرنا من أمامه. ركز يا بن دري، الأمور تسير من صالح العين حتى هذه اللحظة. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، هذا الشعار الذي تعلق في هذا المهرجان، حصل على رمزين في هذا المهرجان، وطامح بالسيف، طامح بذروة سنام هذا الشوط. السيف الخاص بالمحليات ومع مليونين ونص، لكن الحلامي مع عنيدة على المركز الثاني أحد الأسماء الخطيرة. وهنا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الثاني. المركز الثالث سلهودة حمد بالطرشوم بن صالح العامري على المركز الثالث. المركز الرابع سلهودة على المركز الرابع، عبد الله بالطير بسهيل العامري على المركز الرابع. المركز الخامس بيع على المركز الخامس، ناصر بن مسلم بن سبت الخيالي. وهنا تدخلت راهية سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي، يلا يا الشاعر، مطالب بناموس، مطالب بسيف، مطالب بقصيدة في هذا المهرجان، بقصيدة مع فوز. إذا فازت راهية بالسيف، إذا فازت راهية بالسيف. لكن أعلننا المراكز يا أخواني مرة أخرى. إلى العين، إلى العين، ودوني إلى العين، خلوني مع العين، العين اللي بالمركز الأول. وهل العين يا بن دري يتابعون عبر الشاشات؟ هل زاخر يتابعون العين؟ تابعوها بالكادر الفوقاني بروحها، ما تحب الزحمة يا أخواني، على شاشة التلفاز تتابعونها منطلقة بهذا الشعار الوردي، الشعار الجميل، شعار بن دري على المركز الأول. وهذه العين سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. وتحركت عنيدة بالمركز الثاني، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي المركز الثالث سلهودة حمد بالطرشوم بن صالح العامري. المركز الرابع شعار الشاعر على المركز الرابع، راهية سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحباب. أهلا وسهلا بمصيحة، مصيحة الزعبي وصلت. محمد بن بطي بن محمد الحسن المري القادمة بكل قوة. وهنا تنطلق صاحبة الشلفة في مهرجان ختام دولة قطر، وهذه تنطلق أحد الأسماء المرشحة ووصيفة في المرموم وحاضرة بكل قوة. يقودها سعيد بن بطي الزعبي المغامر، غامر بالرمز أيها المغامر. ولكن نعود إلى العين، إلى العين، إلى العين. هنا تنطلق العين وسالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هنا راعي العين وعضو الشرف في الفريق العيناوي. الله، راحت العين يا أخواني، راحت إلى السيف، راحت إلى السيف، السيف، السيف يلمع والعيون تدمع، والله يعطي ويمنع. الله، روح يا بن دري، روح يا بن دري، لا تلتفت في حسايف وقتك الماضي، غامر على السيف والتوفيق عند الله. وفي الله، راح
راحت العين، راحت العين. علي بن فايل العويسي المتابع للعين، السيف إلى زاخر، إلى زاخر، إلى زاخر. عنيدة قادمة بكل قوة، عنيدة الحلامي، عنيدة الحلامي. والعين، راحت العين، راحت العين. افسحوا المجال، افسحوا المجال، افسحوا المجال. عنيدة قادمة، الحلامي، الحلامي، الحلامي. عنيدة الحلامي، السيف، سيف المهرجان، سيف الحيل، الحلامي. عنيدة، عنيدة، راحت بالسيف، راحت بالسيف. ترشيحي أنا وترشيح الحبسي وترشيح بن حضيرم، راحت مع السيف، راحت. عنيدة، عنيدة، عنيدة. حيوها يا جمهور، حيوها، حيوا الحلامي. سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، الناموس لعنيدة. سيف الحيل والمليونين ونصف إلى الحلامي، إلى عنيدة الحلامي. تهانينا، تهانينا. وناموس المركز الثاني، العين، سالم بن أحمد بن محمد بن ري الفلاحي. المركز الثالث، المركز الثالث، سلهودة عبد الله بالطير بن سهيل العامري. المركز الرابع، المركز الرابع، وصلت الوارية، حمد بن هيام بن سالم العامري. المركز الخامس، المركز الخامس، مصيحة محمد بن بطي بن محمد الحسن المري. هذه عنيدة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية، خاطفة سيف الحيل والمليونين ونصف. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا، تهانينا.